أهلا بيكو، هنتكلم النهاردة عن فيلم الجريمة والخيال العلمي ديجافو. بيبدأ الفيلم على سفينة بيكون عليها ضابط وجنود في البحرية الأمريكية ومعهم عائلتهم وبيحتفلوا على السفينة، وفجأة بتتفجر السفينة وبيموت معظم الناس اللي عليها، وبتيجي فرق الإنقاذ عشان تحاول تنقذ أكبر عدد من الناس، وبتوصل عربية من قسم الكحول والتبغ والأسلحة، وبينزل منها محقق اسمه دوك كارلين، وبيحاول يعرف ايه سبب الانفجار، وبياخد عينة من اثار الانفجار، وبيتصل بعميل اسمه دونلي في قسم الكحول، وبيطلب منه انه يتصل بشرطة نيو اورلينز، وبياخد منهم كل شرايط المراقبة من رصيف ألجرز البحري، ويتصل بمركز المواصلات وياخد منهم شرايط مراقبة جسر كيرسنت سيتي، ويجي عميل من المباحث الفيدرالية لدوك كارلين اسمه بول برزوارا، ويسألوا عن عميل في قسم الكحول والتبغ اسمه مينوتي، وبيقول له دوج انه في اجازة، وبيطلب منه بول انه يتصل بيه عشان يحقق معاه في القضية. بيرد عليه دوج وبيقول له انه اتصل بيه بس هو ما ردش، وبيكتشف دوج وقود من نيترات الامونيا بيدوب في المية موجود تحت حديد الجسر. بعد كده بيروح دوج لمجموعة من الضباط بيتكلموا في القضية، وبيقول لهم دوج انه لقى قطعة من غطا بلاستيك للتفجير شبه سلك للتفجير. بعد كده بيروح دوج لمكتب قسم الكحول والتبغ والمتفجرات، وبيحاول انه يتصل بمينوتي، وبيديله المحقق ورقة مكتوب عليها رقم بنت سألت عنه، وبيقول له ان صوتها مثير. وبيراقب دوج شريط الفيديو وبيلاقي شخص معاه دراجة نارية واقف على الجسر قبل الانفجار مباشرة، وبيطلع عميل خاص مسؤول عن التحقيق اسمه جاك ماكريدي في مؤتمر صحفي، وبيقول لهم ان وصل عدد الضحايا 543 لحد دلوقتي. وبعد مراجعة الأدلة اللي لقوها في الموقع توصلوا إنها عملية إرهابية مقصودة، وبيركب دوج الترام وبيتصل بمحقق اسمه الشريف ريد، وبيقول لدوج إنهم لقوا امرأة قريبة من ألجرز بوينت وأكتر من 30% من جسمها محروق، وبيقول له إنها انجرفت للشاطئ الساعة 10:42 دقيقة. وبيروح دوج المعمل عشان يشوف الجثة، وبيكتشف دوج أثار لشريط لاصق كان موجود على بقها، وبيطلب دوج من الطبيب الشرعي فيل إنه يعمل تشريح كامل للجثة ويركز على زمن وسبب الوفاة. بعد كده بيتصل بدوج محقق من قسم الكحول والتبغ والمتفجرات، وبيقوله ان حد بلغ عن اختفاء بنت اسمها كيلر كوتشيفر صباح اليوم، وكانت المفروض انها تجيب ابوها من المطار بس مرحتش، وبتكون كيلر هي الجثة اللي كان دوج بيشوفها في المعمل. وبيروح بعدها دوج لبيت والد كيلر وبيتعرف على جثة بنته، وبيحاول دوج انه يوصل لمعلومات من ابوها علشان يقدر يحدد ايه سبب موتها، وبيقوله ابوها انها كانت المفروض تيجي تاخده من المطار، وراح بيتها ملقاهاش ولا لقى عربيتها ولا عربية ألن. وبيسأله دوج مين ألن، وبيقوله إنه خطيبها السابق وإنها انفصلت عنه من كام شهر وانتقل لمونتريال، وأخد منه دوج مفاتيح بيتها، وبيقوله إنها كانت بتكلمه مبارح وقالت له إنها هتقابل شخص، وإن صديقتها بيث والش هي اللي رتبت ليها الموعد الغرامي، وساعات كانت كيلر بترعى ابنها أبي. وبيروح دوج بيت كيلر وبيلاقي مكتوب على التلاجة جملة أنت يمكن إنقاذها، وإعلان العربية فورد موديل 94 للبيع، وفستان عليه دم في الحوض، وبيشغل خدمة البريد الصوتي عشان يعرف مين الأشخاص اللي كلموها قبل ما تختفي، وبتتصل بيها بيث يوم الثلاث الساعة 9:44 دقيقة، وبترد عليها وبتقول لها إنها مش هتعرف تتكلم دلوقتي لأن في شخص عندها في البيت، وبتقفل الخط. وبيلاقي دوج مسدس في البيت، وبيلاقي نفسه بعت رسالة لرقم كيلر يوم الثلاث الساعة 1:18 دقيقة، يوم الثلاث الساعة 1:18 دقيقة العصر، وبيقول إنه العميل دوج كارلين من قسم الكحول والتبغ والأسلحة، وإنه بيرد على اتصالها. وبيروح دوج للعميل ماكريدي المحقق الخاص في القضية، وبيقول له إنه من قسم الكحول والتبغ والأسلحة، وإنه شاهد تشريح لجثة شابة انجرفت بالقرب من رصيف رولاند وعليها آثار حروق قوية من وقود وآثار مادة بنتريسريتول تترانيتريت، وبيقول له انها المادة المتفجرة الرئيسية اللي بيستخدمها الارهابيين المحليين، وبيقول له كمان انه اتحقق من جداول المادة والجزر وقارنها بموقع الانفجار، واكتشف انها اتقتلت قبل انفجار العبارة بساعتين، وانه بيعتقد ان شخص خطفها من بيتها وربطها وحرقها وهي حية ورماها في النهر كأنها ضحية الانفجار اللي حصل، وإن المادة المتفجرة بتعرفهم إن اللي وضع القنبلة كان على اتصال مباشر بالضحية، وإن ممكن عربيتها تكون اتسرقت علشان ينقلوا عليها القنبلة للعبارة. وبيقول لهم دوج إن الضحية اتصلت بمكتب قسم الكحول والتبغ والأسلحة المحلي في يوم الانفجار الصبح، وبيشوف دوج عربية شريكة لاري مينوتي وبيسألهم عنه، وبيقول له العميل ماكريدي إنهم لقوا العربية في موقف سيارات عبارة ألجرز، وإنها من العربيات اللي كانت ملك للضحايا. بعد كده بيروح العميل بول لدوج وبيقول له إنهم عينوه مسؤول عن التحقيق في القضية وعاوزه يكون من ضمن فريقه، وبيوافق دوج. وبيروحوا لمكان فيه فيديوهات متصورة بواسطة أقمار صناعية لمكان الحادث قبل 4 أيام من حدوثه، وبيطلب منهم دوج إنهم يجيبوا فيديوهات لبيت كيلر، وبيشوف كيلر في البيت وبيبعت لها ألن رسالة وبيقول لها تبيع عربيتها عشان هو محتاج فلوس، وبيقدر دوج إنه يعرف رقمه من شاشة التليفون. بعد كده بتتصل بيها بيث وبتقول لها ان الراجل اللي قالت لها عليه عاوز يقابلها، واتفقت معها انها هتقابله يوم الاثنين،
وبتكتب كيلر في كتاباتها انها بتحس ان في شخص بيراقبها، وبيروح دوج للمقابر عشان يشوف حبيب كيلر السابق هيجي ولا لا، ولكن مش بيلاقيه. وبتروح كيلر لمطعم بلس وبيطلب منهم دوج انهم يجوا المطعم وبيراقبوا كيلر في المطعم. وبيتصل بيها شخص وبيسألها هي السيدة اللي عايزة تبيع عربية برونكو ماركة فورد، وبيقول لهم دوج ان هو ده القاتل، وبيطلب منهم انهم يجيبوا قائمة الاتصالات، وبيوصلوا لرقم الشخص اللي اتصل بيها، وبيطلب دوج من عميلة بتشتغل معاهم اسمها شانتي انها تجيب صورة الراجل اللي بيكلمها، وبتقوله انها مش هتقدر تجيب صورته لانه بيتكلم من كابينة هاتفية على مسافة 5 كيلومتر خارج المدى، وبيقدروا يشوفوا الكابينة عن طريق كاميرا لآلة صرف موجودة هناك. وبيلاحظ دوج حقيبة موجودة على الأرض وبيحاول انه يعرف ايه اللي موجود جوه الشنطة، وبيحاولوا انهم يطبقوا الشنطة مع كل الشنط الموجودة في الجانب الجنوبي من المدينة في آخر 48 ساعة قبل الانفجار. وبيلاقوا الحقيبة في كاميرا المراقبة عند مرفق ألجرز قبل الانفجار بليلتين مع نفس الشخص اللي كان موجود قدام كابينة الاتصالات، وبيحاول دوج انه يفهم ازاي هما بيقدروا يشوفوا الماضي قبل ما يحصل من خلال شاشة قدامهم، وليه ما يقدرش يغير الماضي عشان الكوارث ما تحصلش. وبيحاولوا بول والناس اللي شغالة معاه يفهموه فكرة الجهاز، وبيكتب بول على ورقة جملة مكتوب فيها إرهابي مشتبه به يراقب مرفق عبارة ألجرز، وإنه هيكون هناك الساعة 44 دقيقة صباحا وننصح باحتياط شديد، وبيدخلها جوه آلة. وبيجيبوا دوج ومينوت الفيديو وبيتكلموا مع بعض في مكتب قسم الكحول والتبغ والأسلحة. بعد كده بيمشي دوج من المكتب وبيقدروا يدخلوا الورقة اللي كتبها بول جوه الفيديو، وبيقرأ مينوت الورقة وبياخد عربيته وبيتجه لمرفق ألجرز، وبيوصل الشخص المشتبه بيه للمرفق وبيركب عربية موجودة هناك، وبيحاول مينوت يوقفه لكن بيضرب المشتبه بيه بالرصاص وبيموت، وبيهرب المشتبه بيه بالعربية وبيطلع خارج المدى وبيفقدوا الإشارة ومش بيقدروا يتبعوه. وبيركب دوج العربية وبيكون معاه منظار وبيحاول يلحق المشتبه بيه عشان يراقبوه، وبياخد توجيهات من بول بحركة المشتبه بيه، وبيحاول دوج إنه يلحقه، وبيوصل القاتل لمكان في مبنى وبينزل دوج ومعاه المنظار، وبيشوفه على الشاشة إن المبنى سليم لكن دوج بيشوفه متحطم وكأن قنبلة انفجرت فيه. وبينزل القاتل العميل مينوتي من العربية وبيرمي عليه وقود ديزل وبيقتله وبيولع فيه، وبيشوف دوج أثر الحريق على الأرض، وبتوصل الشرطة للمكان وبترفع بصمات الحادث. وبيكلمهم دوج وبيقول لهم إن المشتبه بيه استخدم عربية بليزر لمراقبة المرفأ، وإن العربية اللي معاه كبيرة وتقدر إنها تشيل القنبلة. وبعدها جه مينوتي وكسر إزاز العربية بالرصاص وساب آثار دم على الكرسي الخلفي، وبكده هيحتاج لوضع القنبلة لعربية جديدة. علشان كده بيتصل بكيلر وبيطلب منها إنه يشتري عربيتها، وبيلاقي دوج حلقة في مكان الجريمة، وبيحاولوا إنهم يعرفوا صورة القاتل وبيطبقوها على صورة أشخاص تانية، وبيوصلوا لشخص اسمه كارول أورستاد وبيكون صاحب الكوخ اللي وصل ليه دوج، وبيلاقوا رخصة تسجيل العربية والمركب الهوائي متطابقين، وعنده بيت تاني في شارع مالفيل في مدينة نيو أورلينز. وبتوصل قوات لبيتهم وبيقتحموا البيت وبيلاقوا متفجرات يدوية الصنع وبيقدروا يقبضوا عليه، وبيحقق مع دوج وبيقولوا له ليه استخدمت متفجرات ضد الحكومة الأمريكية، وبيقول له دوج إن مكتوب إنه حاول التسجيل في مشاة البحرية الأمريكية ورفضوه، وحاول التقديم في الجيش الأمريكي ورفضوه. بيقول له كارول إنهم مش بيقبلوا الوطنيين واعتقدوا إن غير متزن نفسيا، وبيسألوا دوج عن علاقته بكيلر، وبيقول له انه كان عاوز يشتري عربيتها وراح لبيتها وكان بيتظاهر بكده، ومسكها ووضع شريط لاصق على بقها وربطها من ايديها ورجليها، ووضع القنبله في العربيه ورمى عليها الفازلين وقتلها كانها ضحيه في العباره. وبيروح بعدها دوج يقابل ماكريدي وبيقول لدوج ان عملياتهم هتقف لانهم قدروا يوصلوا للمشتبه بيه واعترافوا، وبيقول له بول ان المفروض يتابعوا القضيه بمشاهده الجريمه نفسها لحد تفجير العباره. وبيرفض ماكريدي وبيطلب منهم انهم يفضلوا الطاقه عن المعدات ويجيبوها ويبداوا في القضيه اللي بعدها، وبيرفض دوج انه ينهي القضيه، وبيحاول يوصل لكيلر ويتاكد هي ماتت ولا لسه عايشه. وبيروح دوج بيت كيلر تاني وبيلاقي ورقه مكتوب عليها اجتماع ديني في الكنيسه المعمدانيه، وبيركب عربيته وبيتصل بداني وبيطلب منه انه يساعده. وبيروح دوج لداني وبيدخل الاله وبيسافر عبر الزمن عشان يقدر يغير الماضي، وبيقول له داني انه معرض للموت في اي لحظه في التجربه دي، وبيقفل عليه داني الاله. وينتقل دوج لمستشفى وعنده حاله من التشنجات، وبيجري عليه الاطباء وبيقطعوا هدومه عشان يعملوا ليه صدمات كهربائيه، وبيلاقوا مكتوب على صدره انعشوني وبيقدروا انهم ينقذوه. وبيفوق دوج وبيلاقي نفسه في مستشفى، وبيهرب من المستشفى بعربيه اسعاف وبيروح للكوخ بتاع كارول عشان يقدر ينقذ كيلر قبل ما يقتلها. وبيدخل البيت بالعربيه وبيضرب عليه كارول رصاص وبيقدر انه يصيبه في كتفه، وبيروح يفتح انبوبه الغاز. وبينزل دوج من العربيه وبيلاقي كيلر مرميه على الارض وفقد الوعي، وبيضرب كارول انابيب الاكسجين اللي موجوده بالرصاص
وبينفجر المكان وبياخد دوك كيلر وبيطلعوا بره البيت وبتنفجر العربيه وبيولع الكوخ كله وبيمشي كارول ويفتكر انهم ماتوا وبيفكها دوج وبيركبوا العربيه وبيقول لها انهم لازم يروحوا مرفأ الجرز قبل ما يفجروا كارول. بتقول له كيلر انه لازم يروح للمستشفى لانه نزف دم كتير وبيقول لها انه فاضل ساعه و40 دقيقه عشان يقدر يلحقه ومفيش اي وقت. وبيروح البيت كيلر وبيغير دوج هدومه وبينظف الجرح وبيرمي هدومه في الحوض وفيها دم وبيطلب من كيلر انها تغير الهدوم اللي لابسها لان الضحيه كانت لابسه نفس الهدوم وان ده احسن ليها. بعد كده بتروح كيلر تجيب مسدس وبتوجهه على دوج وبتقول له انه بيكذب عليها وانه مش ظابط عشان عرف مكان بيتها من غير ما تقول له وعرف مكان الهدوم لوحده وانه ممكن يكون هو اللي كان خاطفها لان عينها كانت مغميه ومش شايفه حاجه. وقال لها انها خربشت اللي كان خاطفها على وشه وانه مش موجود على وشه اي اثار خربشه. وبتتصل بمكتب اسم الكحول والتبغ والاسلحه عشان تسالهم عن اسمه وعن شكله وبتتاكد انه ضابط شرطه وبتطلب منه انه يخلي دوج يتصل بيها لما يرجع. وبدا دوج يشرح لها ازاي عرف كل ده وبيشوف كل الحاجات اللي شافها لما دخل بيت كيلر قبل كده. وبيروح كارول للمرفأ وبيوصل دوج وكيلر هم كمان وبيشوف عربيه كيلر هناك وبيقول لها اول ما العباره تتحرك هتروح تبلغ الضابط ان في قنبله على العباره. وبيروح كارول يركب الدراجه الناريه وبيلاقي عربيته اللي كانت في الكوخ موجوده هناك وبيطلع الجنود وعائلاتهم على العباره وبتجري كيلر وبتلحق العباره قبل ما تتحرك. وبينزل دوج لقاع السفينه وبتكون كيلر في موقف العربيات وبيشوفها كارول ويمسكها. وبيروح ضابط ويقول لكارول انه ما ينفعش حد من الركاب يكون موجود على سطح موقف العربيات وبيطلب منه انه يطلع السطح. وبيقتلوا كارول وبيظهر دوج وبيتكلم مع كارول وبتخبطوا كيلر بالعربية وبيقتلوا دوج. وبيركب العربية مع كيلر وبيقول لها انها توقع العربية في المية عشان يقدر ينقذ الناس اللي على السفينة. وبتقدر كيلر انها تطلع من العربية وبيفضل دوج جوه العربية وبتتفجر بيه وتنقذ فرقة طوارئ كيلر. وبتلاقي دوج موجود في الحاضر في موقع الحادثة وبتسأله انه يعرفها لكنه بيقول لها انه ما يعرفهاش. وبتحكي له كيلر كل اللي حصل وبيقدروا في النهاية انهم ينقذوا الناس اللي في السفينة. وبكده يكون الفيلم خلص.